اللي شايف شايف واللي مش شايف يسمع مني انا الخص الموضوع. رقم واحد عندنا حاجه اسمها التحقيق في الحادث. ايه التحقيق في الحادث؟ ما بيحصل اصابه لا قدر الله او حاجه، الناس بيجي ان هو تقعد مع ناس بتاع سيفتي يحقق له في الحادث. بعمل تحقيق في الحادث ليه؟ التحقيق عندي فيه عنصرين مهمين جدا، واحده سقطت فيهم يبقى ملهاش لازمه تعملهاش اصلا. ايه هي؟ اول حاجه انا عايز اعرف كمحقق الاسباب المباشره والجذريه للحادث، عايز اعرف الحادثه دي حصلت ليه. طب وبس خلاص؟ يعني احنا عرفنا اللي هو فعلا بعد الحادث مين اللي سبب الحادث ومين اللي حصل وكنت مش مقتنع، بس نفترض ان الكلام بتاعهم سليم. طب وايه اللي بعد كده؟ اتنين، العنصر الثاني الاجراءات الوقائيه. ما انا فرحتي ان يحصل مثلا انا متحرك واحد وقع من عليه وجالي اتصاب وجالي وحققت معاه، ليه اللي حصل؟ اصلا بتاع السقاله وبيزق السقاله وانا فوقيها والسقاله اتقلبت فوقعت اتكسرت. طب وانا بقى وبس وخلاص؟ ويعني العنصر الثاني ده مش موجود. يبقى لازم نعرف اللي اول حاجه عندنا التحقيق في الحادث فيه عنصرين مهمين جدا، معرفه الاسباب المباشره والجذريه للحادث. رقم اثنين ها الاجراءات الوقائيه. طيب انا كمحقق بالذات المواقع عندنا بيستخدم، هتلاقي دايما اي حد راجل سيفتي بيحصل حادثه بيسالك الخمس اسئله، في قاعده عندنا مش عايزك تحفظها مجرد انك تسمع عنها اللي هو الفايف دبليو اند وان اتش، اللي هي خمس اسئله. اللي هو يقول لك هو من الذي تعرض للاصابه؟ مين اللي تعرض للاصابه؟ وير اين وقع الحادث؟ وين متى وقع الحادث؟ وات ما الذي حدث لدى وقوع الحادث؟ هاو كيف وقع الحادث؟ واي لماذا وقع الحادث؟ الخمس العناصر دول انا بستخدمهم معاك لما بيحصل اي حادثه، ببدا استخدم العناصر ديت عشان اوصل للاسباب المباشره والجذريه للحادث. فبالتالي اخش على العنصر الثاني اللي بكلمكم عليه اللي هو المهم جدا اللي هو للاسف مختفي عندنا في مصر اللي هو الاجراءات الوقائيه بعد كده. انا واحد من الناس لما بيجي عندنا في الموقع لما بعرف بيحصل حادثه ببدا ادي الاسئله ديت، ابدا استخدم الخمس عناصر دول. ايه هم؟ مش عايزك تحفظهم بس لما نكون معانا شغال في مشاريع لازم على الاقل سمعت عنهم. اول حاجه عندنا عنصر اسمه الازاله. ايه الازاله ديت؟ يعني انا راجل شغال بماده كيميائيه بنضف بيها حاجه، الماده دي خطره جدا وممكن استبدلها بميه، يبقى انا اعمل حاجه اسمها ازاله. واحد يجالي متصاب بيستخدم ماده كيميائيه بنضف بيها حاجه ايده اتشوهت. طب انا ايه؟ هل لو شفت الماده دي استخدمت ميه ينفع؟ يقول لك تنفع. طب انا خلاص يبقى انا استخدم عنصر الازاله. العنصر الثاني الاستبدال، بستخدم آلة معينة خطرة. طب لو سكبت جزء تبقى كويسة؟ كويسة، يبقى أعمل حاجة اسمها استبدال. الضوابط الهندسية، الونش الجامد اللي احنا بنتخانق عليه مليون مرة، عليه السيف بتاعه من غير الجارد أو الحماية بتاعته، واحد يتعور منه، يبقى أنا استخدم حاجة اسمها ضوابط هندسية اللي هي أعمل عليها جارد أو الحماية عشان لو حط إيده قدر الله ما يتصابش. ثم الضوابط الإدارية، ثم المهمات الوقاية الشخصية. آخر حاجة المهمات الوقاية الشخصية. ملخص النظر اللي أنا بتكلم فيه ده اللي هو تحقيق، يبقى عندي عنصرين فيه اسباب مباشره اسباب جذريه، اجراءات رقابيه وقائيه. طيب اخر حاجه العناصر اللي قلناها بيستخدمها المحقق في الاسئله، واخر حاجه العناصر بيستخدمها في الاجراءات الوقائيه. طيب